شالوا سيارة السبع أعين. ممكن تحكيني شو ناوي تعملي؟ رياض الوضع مش طبيعي، عم تفهمني ولا لا؟ بعرف الوضع مأزم. مأزم؟ الناس عم بتموت وبتسميه مأزم؟ طيب هلا شو الحل؟ شو فينا نعمل؟ بدي اترك بيروت هلا. هلا بنركب السيارة وبنروح. هلا. ماما شو في؟ بنروح. ولوين؟ نروح على الجبل. ما هدي أعصابك شوي. الجبل البيت ما بينترك. العصابات عم بتفضي بيوت العالم. إن شاء الله عمره ما يرجع البيت. إذا بدهم ياخدوه رح ياخدوه، كنا هون ولا لا؟ رياض أنا تركي، تركي مع الولد. أمي هلا ما تتصرفي هيك. لك أمي رح تخلعي لي كتفة من محله. ماما إذا بتريدي ما تتركي بابا لوحده. ماما على القليل انتظري بابا. بيك ما بده يجي. أمي حتهورينا ماما. أمي عم بتسوق بنت ستيف ماكوين. لك ليكي بابا هون. يا الله يا الله يا الله. الحمد لله على السلامة. إيه الحمد لله على السلامة. بس احترق دين اخت العربية، احترق زلافة. عشو طايرة مثل صرخة؟ ما نسوان ما بيتمسكوا دركسيون. شو صاير بالدنيا؟ شو زلمة معه حق. احترق دين اخت. ليك تفضل شرد. شو بيصلح هاي العربية؟ شو بيصلح؟ عشو طايرة مثل الصاروخ؟ عشو طريقك بطايرة مثل الصاروخ؟ لوين؟ وين رايحة؟ عشو؟ انه شو بيجلسوا هيدا خيي؟ سنطرتها على نص العربية؟ سيارة عرجة؟ أنا بقول لك سيارة بتاخد من حالها. أخي بس إنه حديد ما تخاف، بكرة بتتعود. أمي صار معها زيت الشي من بعد ما مات البابا. صار معها انهيار عصبي، فوتناها على المستشفى. وبعدين لما رجعت على البيت وقفت تعطي دروس البيانو، حتى ما كانت تخليني ادق. مشان هيك انتو نقلتوا؟ بعت البيت وكل شي فيه، حتى